الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية طعام الجمل وشويه في المنام، فتابعونا وما تنسوناش بلايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عن كل خير. من رأى نفسه يشوي لحم الجمل على النار فإن هذا يعني أنه سيرزق بمال، ولكن هذا المال سيكون له مشقة كبيرة في جمعه، وبالتالي فإنه سيحصل عليه ولكن في النهاية بعد تعب كبير في الحياة. وإذا قام بشويه ولكن طعم لحم الجمل مر أو غير ناضج، غير مستوي يعني، فهذا يعني أن العمل الذي قام به من أجل هذا المال ناقصا وغير مكتمل، وقد يكون هناك غم وهم يصيبان الإنسان بسبب هذا المال. في الأغلب هذا الهم سيأتي من ولده. امتلاك الجمل في المنام، من يمتلك الجمل في المنام فهذا يمكن تفسيره من خلال بعض التفسيرات على أنه يعاني أن الرأي سينتصر على أعدائه الذين يتربصون به في الحياة. الجمل في المنام يدل على الشيطان ووسوسته. قد يدل الجمل في المنام على الشيطان ووسوسته التي تتربص بالإنسان ويكيد له دائما، وقد يدل على الرجل الجاهل الذي يضل سبيله في الحياة، وذلك لقول الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الجمل يدل على الحزن والتيه. على الرغم من أن الجمل يتحمل الأذية ويتصف بالتحمل والصبر والقوة، ألا إنه في المنام قد يدل على الحزن والهم والتيه بالنسبة للرائي، وذلك لأنه يمر في الصحراء دون ماء ويتحمل في الحياة الكثير، فقد يكون هذا يدل على حياة الرائي الصعبة. رؤية ركوب المرأة للجمل قد تحمل شرا ما، لكن من ركبت الجمل في الحلم والمنام قد يكون هناك شرا ما وقد لا يكون. فقد قالت بعض كتب التفسير أن ركوب المرأة التي يغيب عنها زوجها الجمل فهذا يدل على الشر والفضيحة التي ستنال هذه المرأة بسبب غياب زوجها. ركوب العزباء للجمل خيرا كبير. ليس ركوب المرأة للجمل في المنام شرا مطلقا، ولكن ركوب العزباء التي لم تتزوج بعد الجمل في المنام فهذا خير كبير، وهو الزواج قريبا من رجل يكون له حبا. ركوب الجمل العربي في المنام قد يدل على الحج القريب. من رأى نفسه يركب جملا في الصحراء العربية فهذا قد يدل على أن الله سيرزقه عاما قريبا زيارة بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وذلك لأن الجمل كانت وسيلة الانتقال الوحيدة إلى مكة حتى وقت قريب. زي ما انتم شفتوا كده يا اخوانا، ما تنسوناش بقى بلايك وشير والاشتراك في القناة، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا كل يوم بعد كل صلاة آية الكرسي وقبل النوم، وأيضا اقرأوا آية الكرسي قبل النوم، وأيضا سورة الملك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.